يا دراي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة درويد نت. اولا وقبل كل شيء لا تنسى الضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة وتترك لي تعليق، ونلتقي بعد الانترو. يا دراري، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش انكم ترفعوا الفيديو على سير منصه يوتيوب، بحيث اغلبيه نكونوا صريحين، اغلبيه فينا كيعاني انه ملي كيبغي يرفع واحد الفيديو سير يوتيوب كيتعطل بزاف، لدرجه انه ما بعض المرات كيبقى في السوايع. الفيديو سجلته البارح، سجلته بحال هكا، قديته مونطيته، كنمشي كنشوف شحال فيه في الحجم ديالو، كنتفاجئ باللي فيه 3 جيجا. نخليكم السكرين هنايا تشوفوا باللي 3 جيجا. سيرو 3 جيجا باش تهز ترفعها في يوتيوب فهو صعيب، صعيب بزاف، خصوصا الا كنت كتخدم بالويفي ولا حتى بالكادج. حتى بالكادج ما غاديش يتهز لك بالسرعه، خصوصا حنا عارفين الانترنت في عند العرب كاملين ماشي غير في المغرب. سيرو في هذا الفيديو ان شاء الله ده هو الموضوع ديالنا. نخليكم الانستغرام ديالي هنايا، ما تنساوش واحد فولو فيه. ان شاء الله غندير لكم واحد الحلقه كيف انكم ترفعوا من عدد اللايكات ولي فولورز في الانستغرام. سو قبل كل شيء ما تنساش لايك كومنت ونبداو بحلقه اليوم. اول حاجه تيشارج واحد لابليكاسيون، وهذا نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبشن. هاد الحاجه تيشارجي عادي سامبلومون، اتبرك على دو كليك، اتبرك على سويفون كما كيبان لكم في الصوره، اتبرك على سويفون 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 وغادي تانستالي. ادخل لي غطلع لك واحد الواجهه بحال هادي، غادي اوبن فايل من هنايا. من بعد غادي تختار البرنامج، غادي اوبن فايل، غتختار الفيديو ديالك. كما عقلتوا باللي الفيديو ها هو يطلع لكم هنا في 3 جيجا، ومن بعد غنديروا في البرنامج. من بعد ما ندير اوبن فايل تختار الفيديو وغدير يطلعوا لك في جناب، يطلعوا لك عدد اش بغيتي 1080 ل 720 ولا شي حاجه، هو كيحافظ على نفس الكاليتي. سو تختار 1080 ل 720، بالنسبه ليوتيوب ف 720 فهي كافيه، كافيه 720 في يوتيوب فهي كافيه باش تبان كاليتي زوينه. وغادي دير المهم تختار 720، انا اختاريت 720. صافي تبارك الله، اوكي، وغتسنى تختار البلاصه فين بغيتي يكون على قول الله اكبر. سو نكمل معكم بالزربه. تختار البلاصه فين بغيتي تحط. صافي غتسنى، غادي تلقاه من 3 جيجا غيهبط ل 62 ولا 66، بقيت عاقل. ونخليكم السكرين هنايا باش تشوفوا، ونفس الفيديو نفس كاليتي نفس كل شيء. سو كان معكم يونس لعيبه، ما تنساوش لايك كومنت، ونتلاقاو في فيديو جديد.